أساسونا الدور الإسباني الدرجة الأولى الليغا الجولة 15 وين شنا كيفاش مفاجأة كبيرة وين أساسونا في وين الشوط الثاني وين أساسونا لعب بكل قوة وين عدل وين فاز بثلاث أهداف مقابل هدف واحد. شنا مارك روك اللي سجل في الدقيقة 20 ضربة جزاء الإسبانيول. شنا الشوط الأول هدف واحد. شنا كيفاش كانت المباراة، مباراة اللي كانت نقولوا بلي مباراة كانت نقولوا بلي شنا كيفاش الشوط كان واحد تاع اسبانيول، الشوط الثاني كان تاع اساسونا، رغم ان اسبانيول لعب بكل قوة من اجل تعديل النتيجة، من اجل العودة في النتيجة، لكن بدون جدوى امام فريق عرف كيفاش يسجل اهداف. شنا كيفاش بابلو للتشكيله تاع اسبانيول اللي دخل بثلاثه 5-2. شنا كيفاش التشكيله تاع اساسونا وين ارسيتي المدرب ارسيتي اللي دخل بالخطه 4-4-2 عرف كيفاش يهاجم، عرف كيفاش يدافع. يعني كانت مفاجاه في الشوط الثاني من الدقيقه 46. شنا كيفاش روبن غارسيا اللي سجل الهدف الاول في الدقيقه الهدف التعادل. شنا لويس إريكال أفيال اللي سجل في الدقيقة 49 بعد دقيقتين 84. جون شنا كيفاش سجل في الدقيقة 84. يعني شوف كيفاش أهداف كانت مخادعة، أهداف شنا ديغو لوبيز دافيد لويز. يعني نقولوا بلي اليوم بيناردو نقولوا بلي أفيال شنا سيرجيو شنا كيفاش فيكتور يعني أوسكار. يعني كانت المباراة مباراة اللي كانت نقولوا بلي خاصة وين إسبانيول اللي ما نقولوا بلي خاصة هذا الموسم اللي ما راش في أحسن أحواله. شنا فينا كذلك وين شنا الحارس تاع أساسونا وين خون بيريز اللي أنقذ المرمى تاعو في الشوط الأول. شنا كيفاش دافيد غارسيا، شنا كيفاش باري بيس شنا روبن، شنا روبن غارسيا، شنا دراكو، شنا يعني والبير يعني روبرتو توريس يعني لويس، شنا كيفاش راول نافاس. يعني كانت المباراة اللي كانت قوية، مباراة كانت مفاجئة، نقولوا بلي كانت مفاجئة خاصة وين شنا إسبانيول والانطلاقة تاعو ولعب أحسن، نقولوا بلي لعب أحسن من أساسونا، لكن أساسونا استغل الفرص اللي جاو عنده وسجلهم بطريقه ذكيه جدا بخطه تقليديه 4-4-2. شنا كيفاش ارسيتي المدرب اللي عرف كيفاش يدير التغييرات، عرف كيفاش يحافظ على النتيجه تاعه. شنا كيفاش اسبانيول وين بابلو وين رغم التغييرات اللي دارهم في الشوط الثاني ما جابوش جدوى، وشنا كيفاش لعبوا بخطه 3-5-2 يعني من اجل تسجيل، من اجل كسب خط وسط الميدان، لكن بدون جدوى امام فريق استغل اخطاء نقولوا بلي استغل اخطاء وين كذلك وين اساسونا وين شنا كيفاش وين لعب فالكاندو اللي خرج بالبطاقة الحمراء في الدقيقة نقولوا في الدقيقة 62. يعني بدون جدوى النقص العددي ما أثرش، نقولوا بلي ما أثرش عليهم، عرفوا كيفاش يديروا التكتل، كيفاش لعبوا بربعة واحد ربعة. يعني شنا كيفاش الجميع كان يغامر في الهجوم، جميع كان يرجع بعد ما شنا خرج لهم واحد بالحمراء، لعبوا بربعة واحد ربعة. يعني عرفوا كيفاش الخطة ذكية جدا من المدرب ار سي تي اللي عرف كيفاش يحافظ على النتيجه بالتغييرات اللي دارهم، خاصه التغييرات وين شنا كيفاش التغييرات وين دخل مدافع خرج خط وسط ميدان، دخل مدافع ودخل فانيك خط وسط ميدان دفاعي، يعني عرف كيفاش يهاجم، عرف كيفاش يدافع في هذه المباراه. صحيح.